من خلال برنامج تريندينج. كل عام وبلدي بخير، كل عام ووطني الحبيب بألف خير وأمان. بلدنا الحبيبة الغالي المملكة العربية السعودية، شعبا وحكومة كل سنة متطيبين. عاش سلمان والشعب كله يردد عاش سلمان، الشعب كله يردد عاش سلمان. غنت الدنيا وغنت البلد، غنت الأمجاد لك يا أبو فهد. غنت الدنيا وغنت البلد، غنت الأمجاد لك يا أبو فهد. تكتب الفرحة لك أحلى قصيد، افتخرنا فيك يا وجه السعد. تكتب الفرحة لك أحلى قصيد، افتخرنا فيك يا وجه السعد. أنت سلمان ما مثلك مثيل، وإن وجد مثلك صدقني قليل. أنت سلمان ما مثلك مثيل، وإن وجد مثلك صدقني قليل. والشعب كله يردد عاش سلمان، والشعب كله يردد عاش سلمان. عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان، عاش سلمان ملكنا عاش سلمان. والشعب كله يردد عاش سلمان، والشعب كله يردد عاش سلمان. الله الله يعني دخلت في الجو معانا يعني عن جد. يسلم هالصوت لعبد المجيد عبد الله، محلاه طالع يعني. وشكرا على التهنئه لانه عن جد مميزه وطالعه من القلب. نحن كمان تواصلنا معه اليوم وقلنا انه بالنسبه له كل اغنيه وطنيه غناها بيعتبرها جديده. هو دائما معودنا على مشاركه الحلوه باليوم الوطني من خلال اطلاق اغاني جديده. هالسنه ما اختلفت العاده وبهالمناسبه اطلق اغاني وطنيه. اول وحده كانت بعنوان فازت ارادتنا، الثانيه اسمها قالها محمد، الثالثه بعنوان داري هنا واللي نشرها معالي المستشار تركي الشيخ عنده في تويتر، والرابعه بعنوان اوفينا وعدنا وهي من كلمات الشاعر وسيم بسعد اللي حكى لنا عن هالتجربه. ابتدت خطوه املنا. انا عبد المجيد من 2007 صديق واشتغلت معه عمل فني، فاعرف يعني اعرف دماغ عبد المجيد. عبد المجيد رجل يقدر الكلمه، يقدر اللحن، يقدر العمل الموسيقي اللي خلفه الجمهور، فعنده جمهور رقم واحد. رؤيه وطن ما لا حدود. ولهذا السبب اختار عبد المجيد عبد الله بمناسبه اليوم الوطني السعودي 91 يقدم اغنيه اوفينا وعدنا من الحان سيروس وصارم وكلمات وسيم باسعد اللي بتجمع فيه علاقه قويه. عبد المجيد اللي ما يعرف الناس انه يفصل علاقاته الشخصيه عن علاقته الفنيه، والدليل انا من 2007 ما اشتغلت معه لحد الان الا اول عمل في 2021، رغم انه تربطني فيه صداقه شخصيه مره قويه. وعبد المجيد من اطيب القلوب اللي انا يعني اشتغلت معها واللي انا دائما اكتسب منه نصايح والخبره. كمان حرص بسعد انه يقدم اغنيه بصوت نسائي في هالمناسبه بعنوان شكرا بلادي، غنتها داليا مبارك. داليا فنانه جميله، انبسطت كثير معها رغم اني ما اعرفها شخصيا، ولكن كان بيننا اتصال. متحمسه للعمل الوطني، بنت مثال للبنت السعوديه حقيقي، ولقيت فيها روح حقيقي شجعتني اكثر ان انا اتحمس معها في العمل. كما سجل الشاعر وسيم بسعد عملين وطنيين ثانيين، واحد منهم لإبراهيم الحكمي بعنوان بلاد الخير. يسمونك بلاد الخير. أنا دائما الأغنية أفصلها على فنان معين. كان من يوم كتبت الكلام وبدأنا في اللحن رسمت إبراهيم حكمي في خيالي، ودائما أنا أشوف إبراهيم فنان جميل، فنان ما شاء الله تبارك الله مستقبل شهادتي فيه مجروحة أيضا. إحساس اللي أنا أبغاه حيوصله بالفعل، إبراهيم جميل وصل الإحساس اللي أنا أبغاه. كما وصل إحساس كورال نهمة جروب من خلال أغنية الخير الكبير للجميع احتفالا باليوم الوطني، وشخص عزيز على بسعد كان صاحب هذه الفكرة. الفكرة اكتسبتها من
من من من ولدي، يعني هم بيتابعوا أعمالي، هم فرحانين فيها دائما. فقلت ليش أنا ما ولدي وأولادكم إنه أنا أدخلهم في فكرة الأغنية وتكون كورال يبدأ بأطفال، إن هم اللي شايفين قدامهم رؤية والمستقبل، بعد كده يكملوها الشباب والبنات. فجمعت الثلاثة، الطفل والرجل والمرأة في العمل هذا. حتى كواليس العمل على أغنية الخير الكبير كانت جدا جميلة. من أجمل اللحظات اللي أنا عشتها لما شفت تقريبا 10-15 طفل في الاستوديو وهم يحفظوا جالسين وجالسين يرددوا الأغنية كده بروح ومتحمسين كأنه نشيد المدرسة في الصباح، فكان مرة شيء جميل يعني.